في استقباله رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وأيضا يستقبله أو يستقبل إيمانويل ماكرون الذي يشرع في زيارة رسمية إلى الجزائر لتدوم لمدة 3 أيام. إذا مشاهدينا، هذه الصور تأتيكم على المباشر نقلا من التلفزيون العمومي ومن الإخبارية الأولى بالتلفزيون العمومي، صور لوصول رئيس الجمهورية الفرنسية لمطار هواري بومدين الدولي. إذا كما تشاهدون هذه الصور المباشرة، إيمانويل ماكرون مع عبد المجيد تبون في هذه الصور، كما تتابعون هذه الصور التي تأتيكم مباشرة ونقلا عن التلفزيون العمومي الجزائري. إذن مشاهدينا الأكارم، كما تتابعون هذه الصور التي تأتيكم مباشرة من المطار، أرضية مطار هواري بومدين الدولي، صور لاستقبال رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لرئيس جمهورية فرنسا إيمانويل ماكرون في هذه الأثناء. إذن هذه الصور تشاهدونها وتتابعونها مباشرة نقلا عن التلفزيون العمومي من الإخبارية الأولى للتلفزيون العمومي، صور استقبال رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لرئيس فرنسا إيمانويل ماكرون. إذا استمعا الطرفان للنشيد الوطني الجزائري والفرنسي ليتوجها للقاعة الشرفية. إذا استقبال رسمي من قبل الجزائر ومن قبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وفي والذي يشرع في زيارة لمدة 3 أيام. إذا رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمطار هواري بومدين الدولي ليتوجه مباشرة للقاعة الشرفية. إذا استمعا الطرفان للنشيد الوطني الجزائري والفرنسي. إذا تأتي هذه الزيارة، زيارة ماكرون للجزائر الثانية من نوعها له كرئيس للجمهورية الفرنسية. إذا هذه
الصور، صور مصافحة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لأعضاء ووفود الوفد المرافق لإيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية. إذن كما تتابعون هذه الصور المباشرة التي تأتيكم عبر التلفزيون العمومي، صور لمصافحة رئيس الجمهورية ورئيس جمهورية فرنسا للطرفان الجزائري وكذا الفرنسي. إذن هذه الصور، نعم صور لإيمانويل ماكرون الذي يصافح وزراء وكذا مسؤولي للدولة الجزائرية. إذن هو في حديث على ما أظن مع نعم وزيرة الثقافة في هذه الأثناء. نعم مشاهدينا الأكارم، رئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الآن في هذه الأثناء مع رئيس أو مع الوزير سبقاق وزير الرياضة. إذن هو نعم يستكمل المصافحة في هذه الأثناء مع الوزراء الجزائريين وكذا المسؤولين الساميين في الدولة.